دكتور فود عبالي سوشي اليوم. هلا بهالوقت يا بيبي بدي؟ يا فيك تطلب لنا اوردر؟ من ثلاث محلات ومشيت من الافضل بيناتهم. محلات انت مجربون قبل ولا لا؟ شي مجربه وشي مش مجربه، بس نسيت اللي زمان كثير مش اكل سوشي صراحه. عبالي اكل وقيم وانت تعطيهم من 10. يلا نطلب مثلا 10 او 15 قطعه من كل محل ونشوف الفرق بيناتهم. نطلب الاكثريه سالمون، بعدين كراب 15 حبه. جو وصل على ثلاث محلات سوشي، جيب لي 10 من 15 حبه من كل محل. يعطيك العافية. That the set menu 15 pieces mixed crab salmon. يلا تكرم معي. مرسي. هلو. That the please set menu mix بين salmon crab. Thank you. Thank you. بدي اعمل معروف 16 pieces mix salmon و crab. يلا اكيد. مرسي. صحتي. سريع. عندي ثلاثة نفس الشيء. يلا. مثل ما شفتوا جبنا من ثلاث محلات سوشي، كل محل قطعة جبنا معن سايغون. اسمه سايغون. ب 12 دولار. اوكي. الصويا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 2 صويا و2 جينجر. بيكون زكي كثير اذا بيكون باعت مع الصويا الملح الكثير واللو صوديوم كمان الخفيف. هو حاطط كي، يعني هلا الكيل صاير للتزيين. الكيل الاطيب نوع تعملوا فيه سلطه خي. حرام انه انا بلاقي كوست اول شيء انك تحط كيل برزنتيشن صراحه. ما بعت معهم شقفة وصابي. هيدي ديكوريشن كتير غريبة، أول مرة تشوفها مع سوشي. ما حدا بيحط كيل برزنتيشن. كيل كتير نوعا مرتبة بتطلع مع السلاد وهيك شكلها هيك لونها بشع. اللون اللي هتزين فيها أنت البلا بشع. منه موفق بالبرزنتيشن. أنا عم جرب أفتح الاثنين لأتأكد من نوعية الصويا، بس بعتقد هي زيتها. لو مش هي زيتها كانوا علمون. أوكي. حنا عصب. هيدي شو في بقلبها؟ سالمون وافوكا ورز وحبة البركة وسموك سالمون ملفوف عليها، وهيدي كريم تشيز بقلبها. أول شي مندوقها بلا شي، بلا صويا وبلا شي. خلينا نشوف نكتها. هيك تدوقيها. تفضلي. أنا بحبها مع صويا ووسابي. صويا موجود قلبي بس وسابي ما بعت. ما بعت وسابي مع سوشي. هذا هو الكيلو. وأنا في بالطبق هي. هي. هي وسابي. على شكل ورقة. فيها كريم تشيز؟ فيها كريم تشيز ايه، بس انه هي القطعة هيدي حلو فيها انه طرية بس ما فيها نكهة. ما عم ياكل رز مع سالمون مع افوكا مع سموك سالمون. ما بعرف وين رحت النكهة. الشيء اللي ذقته من هون غير اللي معك منه فريش. هيدي ما كثير حبيتها. هيدي في بقلبها كراف مطحون ناعم. محطوط له مايونيز. ليش بتفرط بسرعة؟ السيويد اللي مستعمله فيه مشكلة، عم يفرط بسرعة. اللي مطيبة انه في حاطط بقلبها زيت السمسم، كثير زيت السمسم مفوحة، يعني فيها نكهة. أنا ما أنا مشكلتي بهيدي، أنا مشكلتي بهيدي، لا ما فيها نكهة، يعني زيت السمسم هون مع مرورة وحلاوة الكراب طلعت طيبة. هلا الوقت مش كامشي مزبوط، ورقة السيويد بقلبها مش جايبينها صح، بده يشتغلوا عليها، أما هيدي ما فيها نكهة. صراحة هيدي أنا لقيتها طيبة. ولا أنا دقتها كيف لقيتها؟ وأنا بالراحة بصراحة حبيتها يا قلبي. هيدي ما حبيتها، ادوق هيدا. هو شو الفرق بين هي وهي؟ غير الصوص. عم تحس إنه فريش؟ اسمعني لقلك، شفتي هذا اللي جوا؟ بتقولي لي بدي أحسه فريش، أكيد ما إنه فريش. الكراب هو نشوية، أكيد منكه بطحالب البحر وهو سادي نكهته للكراب. خلينا نشوف اللي بعده. اثنين صويا، اثنين جينجر، واربع تشوب ستيكس، ودفعنا حقهم 13.50 اغلب دولار. حلو اللوجو تبعهم. ايه مهضوم. شكلهم حلوين الالوان، بحس في كرم. ولا شو حاطط خس يا زلمه؟ الواحد يطلع هلا يقول لي دكتور فود انه طيب شو بيحط لك اياها؟ في جيب مثل هيدا، اوكي بيقسمهم سكشنز وبحطهم. هيدي هي الديكوريشن اللي يوجوالي بيستعملوها بالسوشي بدون خس.
اول ما تحطيها بتمي هدول الكريسبي الموجودين عليا بتحسي بقلبهم حاطين لهم نكهه تشيز سانشاين ستيكس على تشيز نفس النكهه بقلبها جربيها طيبه السويتنس اللي فيها كثير طيب ما حسيت بنكهه الجبنه؟ بلا واضح خلينا نجرب شو هيدا؟ هيدي مثل هيديك رز وافوكا وكريم تشيز بقلبها خلينا نجربها نفس نكهة هيديك بس السالمون بهيدا كثير ضايع كثير طيب فريش صح؟ يس جربيها هيديك اطيب من سايجو اللي دقناها اللي فيها سالمون وافوكا وكريم تشيز نفس نكهتها وهي هيك بتنعمل الملوحتها والفليفر بتاخذيها من الصويا طيبة شو محشية؟ صار طعام كثير طيبة هي خلينا ندوق المانجو نفس النكهة الفريز هذا الفريز والمانجا نفس النكهة اثنيناتهم غيروا التوبينج من فوق وحطوا نفس الانجريدينت تحسي واحد لبناني متعلم من شاف سوشي هو عم يعمله كثير خطر السوشي يا ولدي اللي بعده اوبي بعد وحدة اوتوماتيك ووحدة فيتاس هيدي للكيدز ما انت صغيرة بيبي انت احلى برزنتيشن بيناتهم احلى باكجينج هلا كرتون حلو كثير الباكجينج مشغول عليه بس كرتون مع سوشي شوي بلاستيك اطيب من المانجو هناك فاتورته 18 دولار فاصلة 40 اغلى من البقية بسي 6 دولار ممتاز الزلمة هيدا طيب كتير ماترياكي هي دوق هيدا هذا شيء كتير طيب واو بس اغلى من البقيه ب 6 دولار الكواليتي اللي مستعملها هون في كل شيء احسن هيدا بدي اكل سوشي هذا المحل اكبر حد بيناتهم هذا المحل طيب بس بده شويه شغل على التيستينج وعلى البرزنتيشن الستروبري والمانجا هون كتير طيبين بس هون اطيب المانجا هونيك مستويه كبه نكتها بس هون كتير كبار بس الشيف لبناني هو مثل هون هذا شيف عربي ونفس الشيء هذا مبين انه يا فلبيني يا ياباني يعملوه يعني انا باكل عند هذا وباكل عند هذا بس هيدا رز هذا المشكلة رز رز مصري هذا مع انه لازم مصري من اطيب الرز بس هذا في غلط هيدا هوني طيب كمان بس هيدا واو اول تاني دكتور فود على 10 قديش بتقيم كل مطعم فيهم سايكون 5 على 10 وحكينا بتفاصيل قصة الخس ونوعية الرز هون هيدا بعطيه المانجو والستروبري كتير طيبين عنده بس السالمون هونيك اطيب هيدا بعطيه 8 على 10 وهيدا 9 على 10